الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أحمده سبحانه وأشكره على فضله وامتنانه، وصلاة وسلاما على نبي الهدى والإيمان محمد بن عبد الله صلوا عليه وسلموا تسليما. أستغفر الله من ذنبي ومن سرفي، إني وإن كنت مستورا لخطاء. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن الذي يرجو المسيء المذنب. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني يا مذنب. وبعد، جامع هذا المسجد إماما ومأمومين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نتواصل بإذن الله تعالى وعونه وتوفيقه في سلسلة مباركة حول العشرة المبشرين بالجنة، أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خير الناس إيمانا وخير الناس عملا. زكاهم الله جل وعلا في كتابه فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم إحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم أخرج لنا جيلا ورجالا ساسوا البلاد وحكموا العباد بكتاب الله والسنة، وأصبحوا مضرب المثل في الأجيال، يتوارثهم جيل بعد جيل. كيف لا وسيرة أبي بكر الصديق الأول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الأول إيمانا، الأول إخلاصا، الأول في الصدقات، الأول في الإمامة، الأول في الصيام، الأول في صحبة خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. زكاه الله جل وعلا في كتابه فقال: والذي جاء بالصدق، هذا محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق به أبو بكر الصديق. أول من صدق بالنبي محمد من يا كرام؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. كذلك زكى الله عز وجل إيمانه بالتقوى فقال: سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى. إيمان أبي بكر يأذن إيمانه بإيمان الأمة أجمعين، بإيمان مليارات المسلمين من عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. أبو بكر الأول يا الكرام في الصحبة مع النبي اللهم صل عليه، فحين أتت الهجرة جهز راحلتين، فدخل النبي اللهم صل عليه وقت الظهيرة، قال: يا رسول الله أتيت في وقت لا تأتي فيه؟ قال: الهجرة يا أبا بكر. قال أبو بكر رضي الله عنه: الصحبة يا رسول الله، ما أبغي إلا المصاحبة معك. قال: نعم، أذن لي في الهجرة وأنت معي في الصحبة. فأنزل الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معي. أبو بكر الصديق رضي الله عنه اسمه عبد الله بن أبي قحافة، واشتهر بهذا الاسم وسمي بالعتيق لكثرة من أعتق لوجه الله في سبيل الله. الصديق لأنه صادق في قوله، مصدق للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول كلمة إلا مصدق. ولما أتى بآية لأحد الصحابة قال: كل آخذ منه شاهدين إلا أنت يا أبا بكر. ما
لأن الله صدقه، والنبي صلى الله عليه وسلم صدقه، قال اللهم صل عليه. كل من أسلم إلا تردد أو تنكى إلا أبا بكر الصديق، فإنه صدقني مباشرة وقال اللهم صل عليه. كل له يد جازيناه عليها إلا أبا بكر الصديق، له يد لم نجازي عليها وسيجازيه الله تعالى عليها. سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى. ولسوف يرضى، يرضى أبو بكر ويرضى كل من سار على نهج أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر نحيل الجسم، يرتخي أحد أيها الكرام إزارة من نحالة جسمه، لكن أول في الصحابة شجاعة وجهادا وصحبة عن النبي اللهم صل عليه. فر الناس في حنين إلا أبو بكر، بقي خلف النبي صلى الله عليه وسلم مدافع. في غزوة بدر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كفاك مناجاة يا رسول الله، يسقط رداء النبي صلى الله عليه وسلم ويرجعه أبو بكر، فيقول النبي اللهم صل عليه دعني يا أبا بكر أناجي ربي فإني أناجي من لا تناجي، دعني أناجي ربي. وقال اللهم صل عليه لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وتقابل خالد رضي الله عنه مع أبي بكر فغضب النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال هلا أنتم بتاركي لي صاحبي، دعوا لي الصديق رضي الله عنه وارضاه، كل مال ابي بكر في سبيل الله، كل عائله ابي بكر في سبيل الله، كل خدم ابي بكر في سبيل الله. في الهجره يا الكرام سخر خادمه عامر بن فهيره يمحو الاثار، وسخر بناته رضي الله عنه في إطعام النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء بنت أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه يطعمون الطعام للنبي اللهم صل عليه. وسخر ماله كله فدفع يا الكرام 5000 درهم لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم في يده. ماذا أبقيت لهم يا أبا بكر؟ ماذا قال أبو بكر؟ أبقيت لهم الله ورسوله. ناهيك عن جيش العسرة لما أتى بماله كله، ما أبقيت لما بكر الله ورسوله. سيرة عطرة أبي بكر الصديق، إذا صلى يا الكرام لا يتمالك نفسه من كثرة البكاء. فتقول عائشة رضي الله عنها في الصحيح إن أبا بكر رجل أسير يا رسول الله، يعني لا يتمالك نفسه في الصلاة. قال دعوا أبا بكر يصلي بالناس يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون. الله أكبر. فبقي أياما أبو بكر يصلي بالناس إماما ولم ينزل في القرآن بالمنع، ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم إمامة أبي بكر. فقال العلماء تلك آية على خلافة أبي بكر بعد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في الخلافة. أبو بكر يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، حتى انه يا الكرام اكثر من مره يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبه المشرفه، فياتي على عقبه بن ابي معيط لعنه الله لما بصق على وجه النبي صلى الله عليه وسلم والناس يتكلمون على رسول الله، فاتى على عقبه بن ابي معيط فدفعه واخذه بتلابيبه ويقول اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله، اتبغون ان تعتدوا على محمد لانه قال ربي الله صلى الله عليه وسلم. ومره قرا بايات عند الكعبه المشرفه
شيء. صحبة عالية من أبي بكر رضي الله عنه وارضاه في الهجرة يا الكرام، إذا دخل الغار قال يا رسول الله هنا، فيدخل ينظف الغار، يمشي مع ميمنة، يمشي عن ميسرته عن خلفه، ما لك يا أبو بكر؟ قال أخشى عليك الطلب يا رسول الله، فإن أتاك شيء كنت دونك يا رسول الله. محبة عالية من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يتسابق مع عمر في سبيل الله، وإذا أبي بكر يقدم ماله كله، وإذا بعمر يقدم نصف مال، فقال عمر والله لا نسابقك يا أبا بكر. أبو بكر الصديق لما تولى الخلافة موقفه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم مشهور، الناس يبكون، المدينة مظلمة، مات النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بعمر بسيفه رضي الله عنه، من قال أن محمدا قد مات ضربت عنقه. فيقول أبو بكر رضي الله عنه: انزل يا عمر. لا يسمع. انزل الثانية الثالثة. فيصعد أبو بكر بجوار عمر ثم يبدأ يخطب، فلما رأى عمر أبا بكر يتكلم نزل عمر رضي الله عنه. فقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ الآيات: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فقال عمر رضي الله عنه: هذه في كتاب الله؟ قالوا: نعم يا عمر. فجثى على ركبتيه وقال: آمنا بالله ورسوله، إنك ميت وإنهم ميتون. مات النبي اللهم صل عليه، واجتمع الصحابة على ولاية أبي بكر رضي الله عنه، فلما هم كانوا في اختلاف من يكون خليفة، قال عمر وصاح في الناس: أفيكم من يتقدم على أبي بكر في الصلاة؟ قالوا: لا. أفيكم من يتقدم على أبي بكر في صحبة رسول الله؟ قالوا: لا. قال: ابسط يدك أبا بكر. فبايع عمر ثم بايعه الناس. لما تبايع أبو بكر رضي الله عنه كان تاجر، ذهب إلى السوق يبيع ويشتري، فقال الصحابة: كيف تبيع أبا بكر وتشتري وتترك الأمة؟ قال: رزقي ورزق عيالي. قال: نجعل لك خراجا. قال: ماذا يكفيك يا أبا بكر؟ قال: قول. قال: نجعل لك 100 درهم. قال: لقد رضيت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 درهم أو ما يقاربها. فرجع إلى الخلافة يتولى أمور المسلمين الكرام على 100 درهم أو 120 درهم. قالت بعض نساء المدينة اللاتي كان أبو بكر يعطيهم من حلب الشاة والطعام والشراب: الآن أبو بكر تولى الخلافة لا يعد ينظر إلينا، خلاص بعد الخلافة لا ينظر إلينا. هذا كحال بعض الناس، إذا كان فقير ثم رزقه الله ثم أعطاه الله لا عاد ينظر للفقراء والمساكين. هذا مسكين بنفسه، الذي لا ينظر إلى حاجات الناس هو مسكين بنفسه. وأكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته، لا تقطع عن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدم، والأيام تارات. واذكر فضيلة صنع الله جعلت إليك لا لك عند الناس حاجاته، فمات أقوام وما ماتت فضائلهم. مات النبي صلى الله عليه وسلم وبقي خيره وفضله، مات أبو بكر رضي الله عنه وبقي خيره وفضله، وهكذا الصحابة. وعاش أقوامهم في الناس أموات، لا يقدمون ولا يؤخرون. ولذلك أبو بكر قال: والله لأرجعن إلى حلب الشاة. فأخذ يحلب الشاة ويرجع إلى عجائز المدينة. القصة المشهورة، أبو بكر الصديق الذي كان يتعاهد بين العجوز الله أكبر، وكان عمر ينقبه من بعيد ويدخل عند العجوز: ماذا يصنع هذا الرجل؟ قال: منذ كذا وكذا ينظف دار
قصيرة من الماء يصنع كذا وكذا ثم يخرج. عرفتي؟ قالت لا. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما أنفقت يمين. فيبكي عمر ويقول أتعبت الخلفاء بعدك يا أبا بكر. تولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه وانطلق في السرايا وانطلق في الجهاد في سبيل الله، وارتدت العرب يا الكرام. ما بقي لثلاثة مدن، مكة، المدينة، الطائف، وبقية المدن ارتدوا إما كفرا بالله تعالى أو منعا للزكاة. هذا أبي بكر يأخذ سيفه، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. يقول عمر يا أبا بكر يا خليفة رسول الله العرب كلها تداهمنا. قال لو منعني عقال بعير كانوا يؤدونه على عهد رسول الله لقاتلتهم عليه. وإذا بالصحابة يثبتون معه، وإذا أبي بكر رضي الله عنه كان يخرج في البداية في السرية الأولى والثانية والثالثة. فقال الصحابة كعمر كعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف، يا أبا بكر أنت خليفة المسلمين، نحن دونك، ابعثنا وتبقى أنت على الخلافة، إن أصبنا نحن ليس كإصابتك أبا بكر. قال نعم لكم ذلك. فأرسل الجيوش وأعطى السيف لمن؟ لخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وخالد في سبيل الله مبكيا، وخالد في سبيل الله محيا. في خلال الكرام 10 أشهر أو 8 أشهر أرجع خالد بن الوليد جزيرة العرب أجمعين إلى الإسلام وإلى دفع السكاء. أتاهم يا الكرام مسلسلين مجندين مقهورين أمام أبي بكر الصديق. يصول ويجول خالد بن الوليد رضي الله عنه. قال عمر وبعض الصحابة إن في سيف خالد رهقا، يا أبا بكر ألا تجعل غيره؟ قال كيف أنزع سيفا سله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف أنزع السيف الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال يحمل السيف في معركة مؤتة، سيف من سيوف الله صبه الله على الكافرين، يفتح الله على يديه. في غزوة حنين ضرب خالد أول الجيش رضي الله عنه، فقال النبي اللهم صل عليه التمسوا لي خالدا. قالوا يا رسول الله خالد قتل أول الجيش. قال صلى الله عليه وسلم خالد سيف من سيوف الله صبه الله على الكافرين لا يقتل أبدا، لا يقتل خالد. وعاش 100 معركة ومات على فراشه، ولا لا الكرام لا يقتل خالد. فيبحث الناس أين خالد بن الوليد رضي الله عنه، لما أصيب والجراح بالدماء تنزل زحف حتى اختبأ بين حجرين حتى لا يراه الأعداء فيقتلوه. فأخرجوه وأجلسوه أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ما لك يا خالد؟ قال أصبت بالجراح يا رسول الله. قال أرني جراحك. فيكشف خالد رضي الله عنه فيمسح النبي صلى الله عليه وسلم على يده، ثم يمسح على جراح خالد وما يمسح على مكاتبه وبرئ بإذن الله. ثم قام خالد ليس به بأس وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السيف وقال دونك الأعداء. فأجلى هوازن حتى أدخله داخل حصون الطائف. أيها الكرام، مسيلمة الكذاب قاتله خالد رضي الله عنه 40,000 وجيش مسيلمة 80,000، كلهم يقولون نبينا مسيلمة. فقال خالد رضي الله عنه مسيلمة عدو الله ينادي من وراء الأسوار، على ما يقتتل الناس ابرز إلي، فمن قتل منا الآخر انت. فقتل مسيلمة وقال يا الناس قاتلوا دون احسابكم فلست لكم اليوم بنبي. يا مسيلمة قوم لخالد. فقال ابو بكر بعد ذلك ابو بكر الصديق بعد السنه الاولى السنه الثانيه هذه السنة 11، السنة 12 أرسل يا الكرام 4 جيوش إلى الشام. الله أكبر، لا
أبي بكر الصديق تعرض قرنين من الزمان، أربع جيوش من الشام، جيش الأول كان عمرو بن العاص رضي الله عنه، الجيش الثاني كان يزيد بن معاوية بن سفيان، الثالث كانت معاوية بن سفيان، الرابع يركبه قيادة أبو عبيد عامر بن الجراح، أربع جيوش، وأرسل خالد وليد الكرام في جيش قوامه 18,000 إلى أرض العراق الكرام، فافتتحها مدينة مدينة في خلال أقل من سنة. افتتح يا كرام خالد بن الوليد المدن العراق كاظمة والحيرة وموقع عجلاندين إلى غيره حتى وصل إلى الحيرة وافتتحها، وأصبح الشرق وغرب الفرات كله مفتتح، وأسلم الناس ودخل الناس في دين الله يا أخوات. وإذا بهراق العظيم الروم جن جنون، أربع جيوش وسد أبو بكر الصديق، فأرسل لهم يا كرام أربع جيوش إلى القدس الشريف وإلى حلب وإلى حماة وإلى أجنبيين وغيرها، أربع مناطق في الشام، جيوش المسلمين كل جيش 80,000، جيوش الكفار كل جيش 80,000، 80,000 مع 80,000 هاي أهل الله 10 أضعاف كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. عند ذلك كتب القوات إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أنجبنا فإن جيوش الأعداء لم نرى آخرها. فكتب أيها الكرام أبو بكر الصديق إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه: أنجد أمة الإسلام في أرض الشام. فقسم جيش خالد نصفين، 8,000 يبقون في العراق و8 ينطلقون الى معركه اليرموك. ولما وصل خالد رضي الله عنه وفي طريقه فتح اجنبيين فتح بعض المدن والرماد في طريقه، وفي خلال 4 أيام الى 5 أيام قطع المخازن والصحاري والجبال لم يقطعها احد قبله ولا بعد. وقال ابن كثير رحمه الله وجد الكرام كتاب البداية والنهاية، قال: وقال ابن الوليد لا ينام إلا ما ندر ولا يجعل خصمه جناح، في الوصف الصحيح، فخالد لا ينام ولا يجعل خصمه جناح، وقلت ذلك في صولات وجولات لا يكل ولا يمل. وصف الله عز وجل فقال المسلمين: أربع جيوش متفرقين لا منفصل عليهم. قال: ماذا تقول يا خالد؟ قال: اختاروا لكم قائد. أنت أربع جيوش القوات اختاروا قائد. فاجتمع الأربع على قائد، أنا حكيتهم يتفكر على قائد من يريد قائد. قال: يا أخي هذا القائد هذا اسمه الجيوش اسمه 36,000 مع الاضطراب 240,000 إلى 300,000 أعتبرها هائلة. وإذا بخالد رضي الله عنه يجعل المسلمين ويجعل المجاهدين على خيمة التراكيز. قال العلماء: 36 قدوس، كل قدوس الكرام 1,000 و1,000 و1,000 حتى يصل 36. وقال خالد رضي الله عنه: إن هجمت فوالله لن يصبر الأعداء صف ساعة. يقول: الأعداء هؤلاء سينهزمون بعد ساعة. فقال أحد المسلمين: ما أكبرك يا خالد. قال: ويحك، وددت أن الأشقى معاثر في قدمه وقد أضعف الظهور في أعداد أعداد وأعداد. الأشقى من؟ خالد. خالد تعب يا كرام من مسافة شام والعراق إلى اليرموك وقد تعب في قدمه. قال: ليت الأشقى معاثر في قدمه وقد أضعف الأعداد أعدادا وأعدادا. قال: إن هجمت في الأعداء فاحمولي ظهري، ما عليكم من الأمام، أنا أتولى الأمام، فاحمولي ظهري. فانطلق أبو بكر عنه والله الكرام لما نشر كتابه قصة كلها قصة اليرموك في أيام كان خالدا في السنة 13 للهجرة يا كرام، وإذا بخالد تلك الصفوف حتى في الراعي ولا يلقي أمامهم أحد حتى لا نصارى يخرجون أمامه ميمنة وميسرة يقاتل بسيفين رضي الله عنه وارضاه،
الجسم. عند ذلك أتى أحد رواد النصارى بقى اسمه جرجة، شو اسمه يا كرام؟ جرجة. قال يا خالد ناشدتك الله فإن الحي يصدق، يعني القاعدة اللي مثلك منصار، سألتك بالذي خلقك من أين لك السيف؟ نسمع عنك سيف السماء، هم يسمعون الأعداء النصارى أن هذا الرجل اسمه سيف السماء، الله أعطاك هذا السيف من أي سماء؟ قال الذي سماني بذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم، سيف الله المسلم. ولقد كنا في كفر وفي ضيعة، فلما أسلمنا نصرنا الله عز وجل، وإن لم تؤمنوا وتدخلوا في دين الله لننتصرن عليكم. قال له هرمز العراق: يا خالد سمعنا أنكم قوم جياع وفقراء، فهلموا إلينا نعطي كل منكم طعاما وشرابا وكساء، وارجعوا عنا. قال: ماذا تقول يا عبد الله؟ نحن قوم جياع، والله ما أتينا إلا أننا سمعنا أن أزكى دماء هي دماءكم أيها النصارى، فأتينا نشربها. ثم كتب خالد إلى ملوك وأمراء فارس، قال: أسلموا تسلم، وإلا فوالله الذي لا إله إلا هو لقد أتيتكم برجال يحبون الموت كما تحبون الحياة. وأعجب الأمراء والملوك من هذا القائد الأمير الذي يتكلم على الصولة والجو. يقول خالد بن رضي الله عنه: والله ما لي بليلة تزف إلي فيها بعروس بمثل ليلة أصبح فيها قوما لا يشهدون أن لا إله إلا الله أو أدخلوا في شهادة أن لا إله إلا الله. خالد بن الوليد رضي الله عنه كم أدخل قوما في شهادة أن لا إله إلا الله؟ كم يا كرام؟ كم أرجع قوم من الغيب؟ كم أدخل المسلمين في الإسلام؟ أيها الكرام، فإذا بجرج ذلك قال: يا خالد من يبغي الإسلام ماذا يفعل؟ قال: لطيفه الكتاب. ثم أخذ جرج إلى خيمته، ثم توضأ وعلمه صلي ركعتين، وقال: الآن مجاسم ناجس العدو. وأخذ معه يقاتل جرجة، وقتل شهيدا يا الكرام ولم يصلي لله لركعتين. أسلم عليه خالد ومات شهيدا رضي الله عنه ورحمه. انتصر خالد، انتصره الله جل وعلا في معركة اليمن. وإذا بخبر من أبي بكر يأتي الكرام، يأتي عبيد عام الجراح وتولى المسلمين الخليفة الثاني عمر رضي الله عنه. أبو بكر أيها الكرام كان صوته لا يرتفع مؤدبا صاحب حياة، كذلك أيها الكرام يقول عن نفسه يمسك بلسان هذا الذي اوردني المواد، فراى طيرا يطير ثم قال: باكيا يا ليتني مثل هذا الطير، يعني ثم يرد ولا حساب ولا عبا لا اله الا الله، ونحن علينا حساب ولا عبا. ثم سال ابو بكر يا رب مساله بالدين، فقال: اي سماء تقلني واي ارض تقلني واي سماء تقلني اذا قلت في كتاب الله ما لا اعلم لا اله الا الله. أبو بكر وفي عهده يقول: لا أعلم، فكيف بنا نحن وإياكم؟ أي مسألة لا تفتي فيها عبد الله إلا بعلم، ولا حنا إلى بني، فحنا إلى عباد الله طلاب العلم، فعلم الذين يستنبطونه منهم. أبو بكر الصديق في الكرام لما مات ما ولد عنده إلا بضع دراهم وشاة وشيء من البصار وأموال قليلة، والباقي كله يرجعون في سبيل الله تعالى، كله في سبيل الله. قال عمر رضي الله عنه: بلال سيدنا، ابو بكر سيدنا، واعتق سيدنا، ما هو سيدنا بلال؟ فضح. قال ابو ابي بكر والد ابي بكر: ما لي اراك لا تشتري ولا تعتق الا الضعفاء، الا تشتري وتعتق اناسا اقوياء يا ابا بكر؟ قال: انما ابتغي بذلك وجه الله، ابتغي بذلك وجه الله. فكم من الكرام ناهيك عن الدعوه للاسلام الاخيره التي نهتم بها، وبكر اسلم على يديه من 10 و20 بالجنه، من قال بس 6 من 10 و20 بالجنه. عثمان بن عفان رضي الله عنه
عبد الرحمن بن عوف، ابي عبيده، سعد بن وقاص، كل هؤلاء اسلموا على يد ابي بكر الصديق الداعي وغيره من الناس كلهم. لما مات ابو بكر رضي الله عنه اوصى بان تكون الخلافه لعمر بن الخطاب، فقال الناس: يا ابا بكر لقد وليت علينا عمر شديدا قويا. قال: ان سالني الله سبحانه وتعالى لاقولن لا، لقد وليت عليهم خير الناس. انا وليت عليكم خير الناس بعدي، من هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لئن سالني الله جل وعلا لاقولن له لقد وليت عليهم خير الناس. قالوا لابي بكر عند موتي: الا اتي لك بالطبيب؟ قال: اتاني الطبيب. قالوا: ماذا قال لك ابا بكر؟ قال: لي اني فعال لما اريد. واذا البنيه عائشه قد اقرا عليك كل كلمه ما تنفعك. وذكر الامام ابن القيم رحمه الله ان ابا بكر مات مسموما، سبحان الله. قيل انه مات بالسم كما مات النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل. السم ايضا. ومات الحسن بن علي ايضا رضي الله عنهما ايضا بالسم بما وراء. ومات عمر بن عبد العزيز ايضا بالسم رحمه الله. اما الحسن بن علي رضي الله عنهما اتى له بسيف فقال: اخبرني من الذي سمك حتى اعقل بحقه. قال: والله لا يضاهي قطره دم من عزيز ابدا بل اعترض عنه بوجهه. اما عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما اعطاه السم يضطراب واذا بالسم يجري في دمه، فقام لخادمه وقال: فلان من اعطاك السم؟ قال: فلان وفلان. قال: كم اعطوك لقتلي؟ قال: 100 درهم. يا الله، 100 درهم يقتل بها خليفه من خلفاء المسلمين. فقال: اصابني الموت. يعلم عن قلبه وهو يراه. ثم قال لمن عنده: اخرج عني فاني ارى اناسا هنا لا الجن ولا انس تتنزل عليهم الملائكه ان تتقوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. ثم سمع خالد يقرا قتال يجلو من خلف الابواب: تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. مات ابو بكر رضي الله عنه واستاذن المدرب ان يكون من زوار صاحبه محمد صلى الله عليه وسلم، فهو صاحبه في الدنيا وهو صاحبه في الاخره. قال صلى الله عليه وسلم كما روى في الصحيح: كيف بك يا ابا بكر لما يشف عني القبر وانت عاق بعذاب الجنه؟ يفتح لي ابواب الجنه وانت يا ابي بكر اخر بحلقه باب الجنه، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل بعده ابو بكر الصديق. وفكر رضي الله عنه يدخل من ابواب الجنه ايش؟ التمام. التمام. اللهم صل عليه. وارجو ان تكون منهم في الحديث المشهور. ايها الكرام، هذه سيره عابره على عجاله في سيره ابي بكر الصديق. اسال الله العظيم الرحمن الرحيم من يسمعني واياكم يا ابي بكر الصديق في اعلى الجنه. اللهم اجمعنا بهم في اعلى الجنه. اللهم اجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في اعلى عليين. اللهم اجمعنا ببقيه الصحابه بقيه العشره في اعلى عليين. اللهم اجمعنا ببقيه الصحابه وسلف هذه الامه يا رب العالمين. اللهم انا نسالك يا رب العالمين علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم ارزق هذه الوجوه دعوات مستجابه وابواب مفتوحه الى سميع الدعاء. اللهم اجعلنا في هذه الجلسات ننال اعلى الدرجات يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته يا سميع الدعوات. لك الجلال والاكرام. يا رب العالمين نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تيمن كتابنا وان تيسر حسابنا.
وأن تثبت على الصراط أقدامنا. اللهم أصلح لنا زوجنا وأولادنا وذرياتنا ونياتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا على قول الشهادتين حتى نلقاك يا سميع الدعاء. يا الله فرج عن كل مهموم، يا رب نفس عن كل مكروه، يا الله اقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اصرف عنا هذه الجائحه وهذا البلاء، اللهم اصرف عنا هذا البلاء يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك ان تنصر اخواننا المرابطين على الحد الجنوبي وفي كل مكان. اللهم بارك لنا في ولي امرنا وسخره في نفع البلاد والعباد يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والاكرام. الى ان نلتقي ان شاء الله في الشهر القادم. شكر الله لكم معشر اخوه الاكارم وكذلك امامكم الفاضل، ونلتقي ان شاء الله. صلاة ربي والسلام والتنمية على النبي محمد العدناني صلى الله عليه وسلم.